مشكل عندها هي فهم عندها محلول، وهي حبيبتي فيها فقر الدم، ديتها السبيطار فيها فقر الدم، بغيت ندير العمليه وما عندي ما عنديش فاش، كنطلب من المحسنين يعاونوني. هاد البنيته هادي كطيح لي في المدرسه، كيبقاو يعيروها الدراري، كتجي عندي مسكينه ما كتبغيش تقول لي، ولكن انا عارفه فاش شي خطره تقول لخوتها، شي خطره ما تبغيش تقولها ليهم. هادي تكرفص عليها بزاف، ومازال كنتكرفص عليها، كنمشي للديور ما كيرحمونيش، تندير شي حاجه اللي تساعد. ما عييت فيا انا مريضه، مريضه بمرض السكر، خصيتها بلا اختي ما كتاكل. دابا مسكينه كانت البنيه عندي تتاكل، خصها تدفع بالماء، خصها يطرو ديال الماء مع شويه الخبز. يلا اختي عندها الماء اكثر من الماكله، وكتخنق ليا مسكينه بالليل. دابا هذا كتخنق، كتخرج الماكله منيفه، خصي يكون فايقه معاها بالليل، كنخاف تقج ليا، كنخاف بزاف د الحاجات. الماكله اللي كتاكلها بالنار كتخرج منيفه، وخصني اختي دائما كنكرط لها حاجه كنيفه، تيكون داك الحموضه كطلع لها النيف، معذبه معاها بزاف العذاب الكبير. بليت كنمشي نخدم كتجيني الدوخه ونبغي نطيح. دابا ما حلتي لولادي، ما حلتي ليا انا. هاد البنيه كثر بغيت نداوي انا غير البنيه هادي، الراجل عندي مريض حتى هو ما خدام والو، غير انا ما حلتي للضو، ما حلتي للماء، ما حلتي للكرا. مراس الضو ها هي حدايا كتسالي 5 شهور ديال الماء والضو، هي مسكينه حتى هي مريضه على حسن العوان، حتى هي باغيه فلوسها. الكرا كتسالي ليا، كلشي كيتسال ليا، والله حسن العوان ما عندي من نجيب هذا الشيء هذا. وهذه اختي هي القصه ديالي ديال هذه البنيه هذه. هاد الحاله هادي جات عندي هاد السيده هادي على قبلاش، حيت حنا كنقيدوا القفط رمضان، وملي جات عندي شفت البنيه ديالها مسكينه كتعاني، والسيده ما فحالهاش. واش غادي نقول لك الحاله؟ راه كلكم هادشي راكم شفتوه، من الحاله ضعيفه ما عندها باش تعالج هاد البنيه، ومن هادشي كامل ما عندها حتى باش تعيش. بعض الخطرات انا جات عندي هاد السيده اسفتني بزاف، لان كتقول لي ملي كنخدم عند الناس وكنكون جايه كنقول واش الا رجعت للدار غادي نلقى شي حاجه محسن، اللهم نعطي راسي للبحر ولا نعطي راسي انتحار، لان هاد العيشه ما تلاش قد عليها. وكتبكي والمتني، وشت البنت وانتم رشتوا الحاله، وكان اللي كنطلب من المحسنين هما يشوفوا حالها ديال هاد البنت هادي، لان كتعاني ما كتاكلش مزيان، الا كلات عير شويه كتشرب شحال ديال الماء، وامها ما فحالهاش، باها مسكين ما فحالوش. النهار اللي كنا غادي نديروا معاهم اول لقاء غادي نصوروا معاهم، راه كنا سيمانه باش غادي نصوروا معاهم، تقريسه مسكين مشاعير باش يهز الكوربه في المارشي حمال، طيروا ليه التليفون، نمر التليفون ما لقينا باش نعيطوا ليه، عاد بقينا حنا كنجريو توصلنا للمنزل ديالو فين كاري، وانتم رشتوا الحاله ديالهم. فاللي كنطلب من المحسنين وشعبان هذا والاجر ها هو قدامكم، ولا من الاطباء ما يبخلوش علينا، ورا الاطباء الجمعويين كثار الحمد لله ما يبخلوش علينا، وتعاطفوا مع هذه السيده هذه، والنيميرو التليفون ديالها غادي نعطي لكم. ولهذا تنطلب من الله تعالى والمحسنين، كنطلب منكم الا كان شي واحد وفيه المحنه يحن على هذه البنيته هذه. كنطلب حتى حاجه انا غير بنتي انا هذا، والحمد لله اختي اللهم لك الحمد.